وصلت اليوم حاملة الطائرات الأمريكية جون سي ستينس التي تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في مناورات عسكرية. وتشارك حاملة الطائرات في مناورات عسكرية سنوية بين أمريكا وكوريا الجنوبية. يأتي هذا فيما تتصاعد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ أن أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية في يناير، ثم أطلقت صاروخا طويل المدى في فبراير. وردا على هذه المناورات العسكرية بين أمريكا وكوريا، أعلنت بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى، وهددت بشن حرب خاطفة على القوات الكورية الجنوبية والأمريكية. وتمتلك كوريا الشمالية نحو 70 غواصة قديمة محدودة القدرات الهجومية، لكنها قد تشكل خطرا على السفن الحربية الكورية الجنوبية. وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت أن أقمار تجسس وطائرات حربية أمريكية كانت تراقب البحرية الكورية الشمالية وهي تبحث عن غواصة مفقودة منذ مطلع الأسبوع الحالي.